كانت بتاريخ 3670 قبل الميلاد. وعند اليهود العام والأشهر تختلف بحسابنا الهجري وتختلف حتى بالحساب الميلادي، لهم معادلات معقدة جدا في حساب التاريخ وفي حساب الأعوام. عندهم السنة هي سنة شمسية والشهر هو شهر قمري، فيتم الموائمة بين الشهر القمري وبين السنة الشمسية، فكل 19 عاما شو بصير؟ بصير اختلاف 30 يوم بين السنة الشمسية وبين السنة القمرية أو الأشهر القمرية. فشو يعملهم متحايلا على هذا الموضوع، وهذا الكلام ليس واردا في التوراة عندهم أصلا، هو موضوع تلمودي جاء بعد الميلاد بكثير. فبيعمل اليهود عبارة عن خوارزمية معينة بضيفوا تكلم السبعة عندهم في عقيدتهم، أنه كلام السبعة، كلام السبعة هي إضافة سبعة شهور خلال 19 سنة، أو عفوا سبعة سنوات خلال 19 سنة اللي موجودة عند اليهود، تضاف خلالها أشهر كبيسة تضاف على هذا العام، فيصبح العام عندهم 13 شهرا بدل 12 شهرا. يعني على سبيل المثال في العام الثالث من 19 عاما يكون 13 شهرا، في عام 4 و5 يكون 12 شهرا، بعدين برجع في العام السادس 13 شهرا، وهكذا. حتى لو كنا في هذا العام اللي هو 2013-2014 في هذه السنة، الأشهر عندهم تكون أشهر كبيسة، أي عندهم خلال هذا العام 13 شهرا بدل 12 شهرا. ففي عام 5774 عبري هي 13 شهرا. شو يعني 13 شهرا؟ يعني بضيفوا شهر على السنة العبرية حتى يعدلوا اختلاف الأشهر القمرية عن الدورة الشمسية. فعندهم يضاف شهر يعتبر أو يسمى بآذار الأول، والشهر اللي بعده يسمى آذار الثاني. أنا في السنة القادمة 2014-2015 بنرجع بس آذار واحد عندهم، يعني 12 شهر. بهذه الطريقة استطاع اليهود أن يتحايلوا على التاريخ تبعهم حتى تبقى أعيادهم في محلها تتراوح بين شهر يزيد أو يقل، فما بتلف الأعياد زي عندنا. يعني إحنا عندنا مثلا العيد مثلا على سبيل المثال بيكون في شهر 7، بعد عدد كبير من الأعوام برجع برضه في شهر 7 وبلف السنة كاملة. عند اليهود لا، تبقى الأعياد ثابتة بتحايل معين يتحايل به اليهود. فالأعياد عند اليهود ترتبط بمواسم، يعني بموسم الخريف يرتبط عيد معين، بموسم الشتاء يرتبط عيد معين، بموسم مثلا تناسل نوع من الحيوانات يرتبط عيد معين عند اليهود. فيجب أن تبقى هذه المواسم. للحفاظ على هذه المواسم قاموا بالحيلة السالف ذكرها. الأعياد عند اليهود أو الأشهر عند اليهود تبدأ بالسنة العبرية الجديدة، والتي تبدأ بشهر تشرين اللي هو تشرين، وهذا الشهر يبدأ بروش هشنان اللي هو رأس السنة العبرية. رأس السنة العبرية دائما محسوب ومعروف عند اليهود، فنحن نستطيع أن نحدد متى سيبدأ هذا اليوم ومتى سيبدأ ما بعده. فعند اليهود في عقيدتهم رأس السنة العبرية بدأ هذا العام في يوم 4 2000 عفوا